طب شايف مين ابرز النجوم في الفريقين سواء في المنتخب المصري او المنتخب التونسي اللي ممكن يصنعوا الفارق في مواجهه بكره؟ انا بالنسبه لي في المنتخب التونسي يعني اللي مسكني وسليتي هم افضل زوج لاعبين على المستوى الهجومي من جميع الفرق. حنا بقى اللاعب ممتاز، لاعب متحرك، صغير عنده اكثر لسه صغير، لكن بالنسبه لي المساكني ومنتخب كما قلت المنتخب المصري يلعب اكثر وقوته افضل على مستوى الجماعي، ما عندوش نقولوا احنا اللاعب اللي نجم يعمل لك الفرق في الواحد ضد واحد، لانه الغياب اللاعبين على مستوى الهجوم خاصه ما همش في احسن حالاتهم، ونتكلم هوني على قفشه وشحات وكلهم يعني ما همش موجودين باش نجموا يعطيوك ال 100%، لكن متخيل على الكرات الثابته منتخب مصري باش يستغل الفرص هذه ونجم يسجل اهداف. انا تمنيتي كتونسي احنا المنتخب التونسي يكون في الدور النهائي. واحنا امنياتنا كمصريين المنتخب المصري، وطبعا المواجهه تطلع مواجهه يعني احنا طبعا ممتازة. يعني مصر وتونس اشقاء طبعا. انا نحكي لك واشقاء هذيك هو علاش النكهه، انا نقول لك على خاطر انا قاعد عايش توا انا ندرب توا مع النادي الصفاقسي كمساعد مدرب، لكن في المقاهي الناس وفي الشارع ينتظروا في مباراه المنتخب المصري زي مباراه نهائي، انت اجواء كبيره برشا، هذا اللي حبيته انا. اليوم البطوله العربيه رجعت لنا كالروح العربيه في وسطنا، رجعت لنا كالتماسك العربي الممتاز حقيقة. أنا بالنسبة لي نعمل البطولة العربية كل 4 سنوات أفضل ما نلعب بطولة أفريقية كل 2 سنين. أنا الأجواء كانت ممتازة جدا الحقيقة، ويعني الدربيات هذوما ما كنتش تلقاهم برشا، الدربيات خاصة تونس مصر، مصر الجزائر، جزائر تونس، المغرب الجزائر، المغرب مصر، هذوما الدربيات اللي تشوق لهم المتفرج التونسي. أنا حبينا المنتخب السعودي يكون بالفريق الكامل، لكن إن شاء الله بكرة مباراة تكون ممتازه كما شفنا المباريات السابقه الكل. ان شاء الله دايما مباريات مصر والسودان دايما يعني بتجمع العرب.